فضيلة الشيخ، ما المقصود بتبيية النية؟ وهل لكل ليلة من ليالي الصيام نية مستقلة؟ المقصود بتبيية النية أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر لتستوعب النية جميع اليوم. ورمضان تكفي فيه نية من أوله، لأن كل مسلم يعتقد وينوي بقلبه نية جازمة أنه سيصوم الشهر كله إلا من عذر، فتكفي النية الأولى. اللهم إلا إذا طرأ في أثناء الشهر ما يبيح الفطر له، السفر والمرض ثم أفطر، فإذا أراد أن يعود فلا بد أن يجدد النية. ولكن يجب أن نعلم أن النية ليست شيئا صعبا ولا تحتاج إلى نطق، يكفي ما في القلب. ولا يخفى أن الإنسان إذا قدم سحوره في آخر الليل ليأكل منه أنه نوى، ولا حاجة إلى أن يقول اللهم إني نويت الصيام إلى